بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنديكم محاضرة خاصة بالسيركت 1، المحاضرة بعنوان سيركت اناليسيس تكنيكس. المفروض في المحاضرة هندي السيركت ريدكشن، ويعني السورس ترانسفورميشن ممكن انها نلغيها او هنبص لانها حسب الوقت اللي قدامنا. هندي اهم حاجة النود فولتج ميثود، وعايزين ندي الميش كارنت ميثود، وعايزين ندي السوبر بوزيشن ميثودز، وسيفنن اند نورتون سيركت، وماكسيمم باور ترانسفيرس ثيرم. طبعا دي خلال احنا عندنا 3 محاضرات ورا بعض، ممكن في خلالهم ندي الحاجات دي وبساط جدا. يعني النود فولتج زي ما خدنا الكي سي ال بالظبط، المش كارنت زي ما خدنا الكي في ال، السوبر بوزيشن طريقه سهله يعني ما فيهاش حاجه، وثيفنن اند نورتون، وفي الاخر بناخد الماكسيمم باور ترانسفير ثيرم. طيب دلوقتي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنتكلم على النود فولتج ميثود او النودال اناليسيس. الاوبجكتيف، الهدف ان احنا هنعبر عن السيركت كارنتس ان تيرمز اوف نود فولتجز، يعني هنعبر عن الدايره في الدايره عن التيارات اللي موجوده في الدايره بدلاله الايه النود فولتجز، الفولتات اللي موجوده عند النود، الجهود اللي موجوده عند النود. طبعا هنا بنكتب ايكويشنز، نود فولتج ايكويشنز. بعد كده بنحل الالكتريكال سيركتس باستخدام النود فولتج اللي هي النودال اناليسيز، وبعد كده برضو بنديفاين حاجه اسمها السوبر نود في النودال فورموليشن. طيب اهي ايه هو النود فولتج؟ اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه نود فولتج. النود فولتج هو الفولتج دروب من نود بي to a reference ground is called the node voltage. يعني انا لو النقطة B دي لحد الجراوند، النقطة دي اسمها نود فولتج. تمام؟ ال current through resistors can be expressed as، طب انا عندي برضو عند ال A في نود، من ال A للجراوند في مصدر، اي component سواء resistance او capacitor ما بين النود والجراوند. طيب ما بين ال B وال A، يعني لو انت حطيت اي نود فولتج تلاقي انك انت اي كومبوننت محصوره ما بين تو نود فولتج. يعني زي المقاومه اللي عندك اللي على اليمين دي ما بين بي والجراوند، يبقى ما بين البي الجراوند ده يعتبر نود اللي هو الزيرو. طب المقاومه اللي اسمها ار ما بين البي والاي، يبقى التو نود اهو، يبقى في نود اسمها بي وفي نود اسمها اي. الفي اي عندي برضو، الفي اي عندي ما بين اي وما بين الزيرو. تمام كده؟ يبقى اذا لو انت حطيت A و B بس يكفوا ان دول يبقوا النود فولتج اللي عندك، لانك ما احتجتش غيرهم في اي كومبوننت متوصفين ما بين طرفين. طيب دكتور الصوت بقطع. طب هحاول على قد ما اقدر. يعني اللي انا بقوله اللي بالنسبه للناس لو في صوت بيقطع هحاول نعيد الكلام. النود بمعنى اطراف، الطرف بتاع الكومبوننت، الاطراف اللي في الدايره. يعني انا عندي الفي اي مثلا ما بين نود اي وما بين الزيرو، مثلا المقاومه ما بين نود بي وما بين الزيرو، المقاومه اللي فوق الار ما بين نود اي ونود بي. فكل يعني الاطراف ما عنديش غير طرفين، الاي والبي والجراوند. الاطراف دي هي بتمثل النود عندك، الطرف بتاع الكومبوننت. فمثلا الكرنت خلال الريزيستورز كان بي اكسبريسد از في اي ناقص في بي على ار، يبقى انت ما احتجتش غير في اي وفي بي عندك، وقسمت على المقاومه ار عشان تجيب التيار اللي ماشي اي اي بي. تمام؟ فالنود اللي احتجتها هي الاي والبي بس، مفيش نود تانية هتحتاجها. ها الصوت لسه بيقطع ولا ما واضح كده؟ طلع تمام. طيب تمام، تعال بص كده على دايره كبيره كده فيها النود فولتجز برضو. طرف اي ايه كومبوننت، يعني مثلا عندك الريزيستنس 6 اوم ليها طرف هسميه ايه وطرف تاني سميته بي. الكومبوننت اللي اسمها 2 اوم طرف بي خلاص سميته، يبقى الطرف التاني هسميه سي. ال 3 اوم طرف اسمه سي، الطرف التاني اضطر اسميه دي. الكومبوننت ال 5 اوم طرف اسمه الدي خلاص سميته، وطرف الجراوند، الجراوند يبقى مش محتاج اسمي اللي هو الزيرو، الطرف اللي تحت دايما كده متوصلين ببعض كانهم جراوند. ال 4 اوم طرفها سي وزيرو، يبقى خلاص كده مش محتاج نود تانية. ال 7 اوم طرف بي وطرف زيرو. السورس في اس
طرف ايه وطرف زيرو، يبقى كل الاطراف عندك واخده حاجه. النود دي الاطراف اللي هي النود. خلاص، لو انا عايز اجيب التيار اللي ماشي اسمه اي واحد اللي ماشي في الستة اوم، عباره عن في اي ناقص في بي، كل ده مقسوم على ار 1، الار 1 اللي هي الستة اوم. الاي 2 الاي مثلا 3 عباره عن ايه يا جماعه؟ الاي 3 في بي ناقص في سي مقسوم على الاتنين اوم. كده تقدر تجيب اي تيار في الدايره بدلاله النود فولتجز، بدلاله الاطراف اللي احنا حطيناها دي. التيار اللي ماشي مثلا ساي في الايه الاربعه اوم، يبقى هنا في سي ناقص الجراوند مقسوم على الاربعه اوم. خدت بالك؟ في سي ناقص الجراوند يعني كانه في سي على الاربعه ايه اوم. تمام. اي بقى اي مقاومه في الدايره تقدر انك انت تجيب التيار اللي ماشي فيها بالنود فولتج، يعني بتعمل النود فولتج ايكويشنز، يعني هو بيوريك ازاي بيكتب النود فولتج ايه ايكويشنز. تعال بص بقى السورسز. الكرنت سورس بيقول لك بينتج كونستانت كرنت ان جيفن دايركشن، يعني مثلا لو انا عملت كده من الاي للبي، الاي اس از ليفنج الاي خلاص، او في مثلا الاي اس بتاعتك از ليفنج الفي اي، اهي رايحه من الفي اي رايحه للفي بي، انترنج الفي بي. خلاص، هو طبعا هي كاتبها ليفنج، لا هي انترنج بتدخل في الفي بي. الفولتج سورس بتحتفظ بالفولتج كونستانت بتوين ايتس تيرمينال. في المصادر انت عندك الفولت مثلا لو واقف هنا عند النود اسمها ايه، الفولت ما بين الاي والجراوند قيمته في اس، يبقى في اي بتساوي في اس. يبقى ازاي بتتعامل مع الفولتات الفولتجز على السورس، سواء كارنت سورس او فولتج ايه فولتج سورس. النودال اناليسيس ستيبس، ازاي الخطوات اللي بنعمل من خلالها النود اناليسيس. اول حاجه بتختار ريفرنس نود، نختار ريفرنس نود نخليه جراوند زي ما احنا كنا شفنا في الدايره بتاعتنا، الخط اللي تحت كله خليناه هو ده الجراوند. بعد كده بتديفاين الانود نود فولتج، كل بقى الفولتات كل الاطراف التانية بتديها اسم، وبعدين بتكتب الكي سي ال ايكويشن اللي خدناها في المحاضره بتاعتنا اللي فاتت ات اتش انون نود. كل كارنت انفولفد في الكي سي ال ايكويشن يا اما كام فروم ا كارنت سورس او ثرو ا ديفايس لايك ريزيستور، يا اما هيبقى في كارنت سورس يا اما في ايه مقاوم. If the current comes through a device related to the relate the current to the node voltage، بنستخدم ال IV Ohm's law اللي هي فرق الجهد على المقاومة هو ده التيار. المعادلات كلها اللي سيادتك كونتها من الـ KCL انت بتست هذه المعادلات وبتحلها. يعني النود اناليسيس هو زي الـ KCL بس العملية بتبقى أكثر نظاما. تمام؟ تعال نشوف أهو مثال عندنا. النود فولتج سيت، تعال نبص كده مع بعضينا. انا عندي هنا في الدايره اللي قدامي في الزيرو اهو، ده الريفرنس فولتج. ممكن يا جماعه النود اللي على الشمال خالص اللي على طرف المقاومه دي واحد يقول لي ان اسمها في 1 على طول، هي جهد الفي 1، يعني لو في 1 دي 10 فولت يبقى اللي عندها السهم دي ال 10 فولت، يعني ممكن اسميها نود اسميها في 1 او اسيبها بمسمى الفي 1 بتاعتها وخلاص، يعني ممكن اسميها اسم غير الفي 1 احط لها في اكس في واي، لا طب ما هي في اكس هي في 1 يعني هي قيمه الفي 1 فهو حطها كده مشاور عليها انها في 1 انها متعرفه. انما الطرف الثاني في اي انا مش عارفه فسميته في اي اللي هو على الطرف الثاني من مقاومه ار 1 وهو نفسه على الطرف من مقاومه ار 2 وعلى طرف من مقاومه ار 3. الطرف الثاني بتاع المقاومه ار 3 اسمه ايه؟ الفي بي. خلاص، يبقى كده في اي وفي بي كافيين ان هم يوصفوا الدايره بتاعتي كنود. ليه؟ المقاومه ار 4 ما بين في بي والجراوند، السورس اي اس ما بين الفي بي والجراوند، الار 3 ما بين في اي وفي بي، الار 2 ما بين في اي وزيرو، الار 1 ما بين في اي وفي 1. الفي 1 دي معروفه الفولت بتاعها هيبقى معروف عندك في المساله. يبقى لما نيجي نكتب بقى عند كل نقطه عند الفي اي نكتب معادلة، عند الفي بي نكتب معادلة، عندي معادلتين في مجهولين احلهم اجيب الفي اي والفي بي. المعادلات عند الفي اي مجموع التيارات الخارجة الكي سي ال، مجموع التيارات الخارجة من الفي اي بتساوي زيرو. عند النود في بي مجموع التيارات الخارجة من الفي بي بتساوي زيرو.
اقف عند الفي اي اهو، مجموع التيارات الخارجة، يعني في اي عند المقاومة ار واحد يبقى في اي ناقص في ون على ار ون، زائد في اي ناقص زيرو على ار تو، زائد في اي ناقص في بي على ار التلاتة. دايما في اي بدايتك عشان انا بكتب التيارات الخارجة. في اي حاجة تانية عند نود في اي؟ لا. يبقى ده بيساوي زيرو لان متوصل بيها تلات مقاومات، يبقى تلات ترمات. الفي بي، الفي بي ناقص في اي على ار تلاتة، زائد الفي بي ناقص الفي زيرو على ار اربعة. خلي بالك بقى، الكرنت سورس داخل ولا خارج؟ داخل، ده تيار داخل. انا بقول المجموع التيارات الخارجة يبقى ناقص اي اس بتساوي زيرو. طب ناقص اي اس يبقى كأني وديت الاس اي اس الناحية التانية زي ما هو كاتب لك. المعادلتين دول معادلتين في مجهولين، اجيب الفي اي اجيب الفي بي، يبقى حليت المسألة بتاعتي. تعال بقى مثال او اكزامبل اهو قدامي. هو محدد لك النود، انا ممكن في الامتحان احدد لك النود، ممكن ما احدد لك احدد لكش النود، فانت تقدر انك انت ايه تجيب. في مشكلة لحد كده يا جماعة؟ في مشكلة عندنا المسألة دي، هو محدد لك التو نود واحد واتنين. سيادتك هتكتب المعادلة كي سي ال عند نود واحد، ومعادلة كي سي ال عند نود اتنين، معادلتين في مجهولين، تجيب الفولت عند في 1 وتجيب الفولت عند في 2. تعال نجيب الكي سي ال عند نود 1. مجموع التيارات الخارجة من نود 1 بتساوي 0. في 1 ناقص 0 على الاتنين، زائد في 1 ناقص في 2 على الأربعة، تيار داخل ناقص 5 بتساوي 0. يبقى دي الكي سي ال عند نود 1. كي سي ال عند نود 2، في 2 ناقص في 1 على الأربعة، زائد في 2 ناقص الزيرو على الستة، بعد كده زائد 5 لأنه خارج من نود 2، ناقص 10 لأنه داخل العشرة أمبير داخلة، بتساوي زيرو. معاك معادلتين في مجهولين سيادتك تحلهم، يبقى تقدر انك انت تجيب مين؟ تجيب ال V1 بكام وتجيب ال V2 بكام. تمام؟ يبقى هو بس مدي لك الاكزامبل. يبقى انت كده عند نود 1 تكتب المعادلة، عند نود 2 تكتب المعادلة. لو انت برضك عايز اوضح لك اكتر اهي، انسرت لو في تكست بوكس عشان بس ايه برضو يبقى العملية واضحة عندنا اهي. باك تو باك، في 1 ناقص الزيرو، يبقى ناقص الزيرو يبقى كانها ما فيش مشكلة على الاتنين، زائد افتح قوس كده في 1 ناقص في 2 على الاربعة، بعدين التيار داخل على 5 يبقى ناقص 5 بتساوي الزيرو. دي المعادلة الأولانية. المعادلة التانية عند نود 2 يبقى في، حضرتك مش محدد البلس من، حضرتك مش محدد البلس من البلس من نيجاتيف في نعم يا مصطفى، بتقول ايه؟ انا وقفت اهو. بتقول ايه؟ حضرتك بقول لك، حضرتك مش محدد البلس من الماينس، انا نيجاتيف من البوزيتيف. ما انا كاتب في 1 على الاثنين زائد في 1 ناقص في 2 على الاربعة ناقص 5 بتساوي 0 اهي. دي مش شايفها؟ ما انا كاتب اهو. اه لا تمام تمام. طيب تمام طيب نكمل برضو. يبقى عندنا في برضو 2 على الست، وبعدين زائد في 2 ناقص في 1، افتح قوس في 2 ناقص في 1 على الاربعة، بعد كده الخمسة امبير خارجة يبقى زائد، العشرة امبير داخلة تبقى ناقص، بتساوي زيرو. بتساوي زيرو. معادلتين في مجهولين، جيب ال V1 وجيب ال V2 من المعادلتين في المجهولين، يبقى جبنا ال V1 وال V2. جبنا ال V1 وال V2، إيه عايز بقى يحسب باور سبلاي، باور ابسوربت بقوانين ال V في الاي، ما عنديش مشكلة في كده. طيب
دايرة زي دي بنعمل برضو النود فولتجز. عايز اجيب النود فولت، مش محدد النود، في نود هنا عند الاتنين اوم، يبقى ممكن بالتكست برضو اوضح لك. ادي تكست بوكس اهي، سوري، هي مش راضية تتكتب. طيب هنقول عند نود اتنين اللي على شمالها، عشان هي مش راضية تتكتب، اللي على شمالها هي دي نود ون، واللي على يمينها دي نود اتنين، عشان انا مش عارف اكتبها لان انا هكتب فوق التكست عندي عايز يكتب ايه فوق، لان في رسمة هنا اهي. فانا دلوقتي على شمال اللي عندي نود اتنين وعندي نود ون، حلو اوي. طب واحد يقول لي الطرف التاني بتاع الواحد اوم 40 فولت، يبقى مش محتاج انه يتعرف. الطرف التاني بتاع التمانية اوم 20 فولت بالنيجاتيف، مفيش مشكلة فيها. فانا ايه، مش هديها تعريف نود، مش محتاج ان انا اعرف لها نود. يبقى على شمال الاتنين اوم في 1، على اليمين الاتنين اوم في 2، مش محتاج اي نود تانية. تعال نكتب المعادلات. يبقى انا عايز معادلتين في مكهولين، مجموع طبعا هنا بنعمل كي سي ال عند نود 1 وكي سي ال عند نود 2، ماشي. برضك بكرر، نود 1 هي اللي على شمال الاتنين اوم، اللي هي فوق واحد فوق الواحد اوم على طول، وعلى يمين الاتنين اوم هي دي نود 2. طيب يبقى لما نيجي نكتب نقول في، عشان انا مش راضيه تتكتب عندي، فبنكتب اللي عند كي سي ال عند نود 1 يبقى في 1، ثانيه واحده افتح قوس، يبقى في 1 ناقص ال 40 فولت، لان الفولت التاني الطرف بتاع الواحد اوم ب 40، على واحد زائد في، طبعا هنا برضو كافتح قوس، في 1 ناقص في 2 على الاتنين، فاضل التيار الخمسة امبير خارج، يبقى زائد الخمسة بتساوي زيرو. ادي دي اول معادلة. المعادلة التانية كي سي ال عند نود اتنين اللي هي على يمين الاتنين اوم اللي جنب التمانية اوم دي، يبقى هنيجي نكتب بقى، نفتح قوس، في اتنين ناقص، سوري، ناقص في 1 على، على كام؟ على الاتنين اوم، زائد في 2 ناقص الزيرو يبقى ملهاش لازمة، على الاربعة، زائد في 2 ناقص 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 ال20، يعني كأنها زائد 20 فولت. خلي بالك بقى، زائد 20 على التمانية، بعدين الخمسة امبير داخلة، يبقى ناقص الخمسة، سوري، ناقص خمسة امبير بتساوي الزيرو. ها، واضحة المعادلتين؟ المعادلتين واضحين مصطفى وجمال؟ في مشاكل؟ في مشكلة؟ تمام. يبقى انا دلوقتي عندي المعادلتين الكي سي ال، معادلتين في مجهولين نحلهم، نجيب الفي 1 والفي 2. تمام. طيب تعالى بقى دلوقتي بالنسبه لنا، لو احنا بصينا برضو اهو، هو كاتب لك الايه في الصفحه الثانيه، هو كاتب لك في 1 وفي ايه، سماها في نود، يعني احنا برضو ما خدناش بالنا انه حللها لك في الصفحه الثانيه. اهو كاتب لك في 1 ناقص في نود على الاثنين زائد الخمسة. طب استنى، طبعا اهي اللي برضك بنقول ادي المعادلة عندنا بتاعت المسألة، ادي اهو قال لك في 1 ناقص سماها في نود، ماشي، في 1 ناقص في نود على الاتنين اوم، مجموع التيارات الخارجة من في 1، في 1 ناقص في نود على الاتنين اوم، وبعدين زائد الخمسة لأن الخمسة خارجة، زائد الفي 1 ناقص ال 40 على الواحد اوم، دي بتساوي زيرو، دي معادلة. عند الفي نود برضو في نود ناقص في 1 على الاتنين اوم، زائد في نود زائد ال 20 على التمانية، زائد الفي نود على الاربعة اوم، الخمسة امبير داخلة ناقص الخمسة بتساوي زيرو. هو كتب لك المعادلتين، معادلتين في مجهولين تقدر منهم تجيب الفي 1 والفي 2.
طيب لو كان في ديبندنت سورس مفيش مشكلة، يعني لو ظهر عندي ديبندنت سورس بتعامل معاه عادي جدا، قيمته قيمة الكرنت ديبندنت الكرنت سورس ده اللي هو الديبندنت بتبقى قيمته ديبند على حاجة، يعني بدل ما بقول 3 امبير هنا بقول 2 اي اس، فما فيهاش مشكلة بتعامل معاه عادي جدا، يبقى تمام. يبقى لو كان في عندي ديبندنت سورس ما يقلقنيش. تعال نشوف كده، انا عندي هنا بيقول لك اكزامبل استخدم النود فولتج ميثود تو فايند الفي اكس، بيقول لك استخدم النود فولتج ميثود عشان تو فايند الفي اكس. اول حاجه بحدد النود اللي عندي، ال4 فولت انا مش محتاج احط لها نود لانها واخده ال4 فولت. هنا الطرف البي اللي هو طرف ال3 اوم وطرف ال7 امبير، في السي واخد ايه الطرف بتاع الواحد اوم والاتنين اوم والبي اي في اكس، ما احتاجتش انا غير طرف البي والطرف السي عشان يوافق الصف كل الدايره بتاعتي لما اعمل النود ايه اناليسيز ميثود. عند نود الاول نتكلم على نود بي معادلتها، وبعدين عند نود سي نكتب معادلتها، معادلتين في مجهولين نجيب المجهولين تنتهي المسألة. عند نود بي مجموع التيارات الخارجة من نود بي بتساوي صفر، منها بنقول التيار السبعة أمبير خارج يبقى موجب سبعة زي ما هو كاتب لي كده في السلايد. عند نود بي برضو المقاومة 3 أوم، التيار اللي خارج منها يبقى في بي ناقص في زي ناقص الزيرو، في بي ناقص الزيرو على 3. وعندي عند الواحد اوم في بي ناقص الفي سي على الواحد، المجموع ده بيساوي زيرو. ادي اول معادله. بعدين عند نود سي في عندي ايه بقى؟ الفي اكس داخله يبقى اكتبها موجب ولا سالب؟ سالب، فكتبنا سالب. قيمتها كام؟ 2 في اكس، لان ده ديبندنت سورس بيعتمد على الفي اكس، فكتبت 2 في اكس، شلتها وحطيت في اكس، زائد التيار بتاع الواحد اوم اللي ماشي في الواحد اوم في سي ناقص في بي على واحد، التيار اللي ماشي في الاثنين اوم في سي ناقص الاربعه على الاثنين بيساوي صفر. المعادلتين في المجهولين الفي اكس للاسف معكسني ولا يعاكسني ولا حاجه. الفي اكس عباره عن ايه يا جماعه بدلاله الفي بي او الفي سي؟ هو الفي اكس فرق الجهد ما بين السي وال4 فولت، يبقى اشيله واحط بداله في سي ناقص 4. يبقى لما اشيل الفي اكس واحط في سي ناقص ناقص ال4 بقت معادلتين في مجهولين الفي بي والفي سي، اجيب الفي بي واجيب الفي سي، جبتهم الاقي الفي بي عندي بواحد ونص وعندي الفي سي ب9 فولت. الفي سي ب9 فولت يبقى الفي اكس عبارة عن الفي سي ناقص ال4 فولت، يبقى الفي اكس ب5 فولت، وهي دي اللي مطلوبة من سيادتك. في مشكلة في المسألة دي؟ ها؟ ثانية واحدة. طيب. يا واحدة افتح ليكوا البتاع المايك. ها جمال. لا مصطفى. تمام يا دكتور. مصطفى. تمام يا دكتور. تمام طيب ماشي نقفل تاني. طيب نكمل. اهو طبعا هنا كاتب لك التو نود فولتج ايكويشنز، كاتبه لك بالترتيب كده، وبعدين حلهم مع بعض في السوليوشن ومطلع لك النتيجه بتاعتك. برضو هنا يوز النود فولتج اناليسيس تو فايند الاي الاي نود، فمنها ان انا ببص كده اول حاجه هو ما حددليش النود فين، فانا اجي اركز انا عندي هنا عند ال4 اوم في طرف اللي فوق خالص ده ممكن اسميه في 1، الطرف اللي فوق خالص اسميه في 1، اللي عندي نهايه ال4 اوم واخد 60 فولت فمش محتاجه، يبقى هنا اللي فوق خالص في 1 والطرف بتاع ال2 اوم الطرف التاني بتاعه في 2. طب واللي تحت خالص ده الزيرو، ده الجراوند فزيرو، يبقى انا كده عندي تو نود والجراوند بتاعه. ثانية واحدة اللي هو حللها في اللي بعديها. اهو هنا حلل كتب لك اهو في 1 وفي 2 زي ما قلت لك، النود اللي فوق اسمها في 1، النود اللي تحت اسمها في 2.
هنعمل ايه؟ معادلتين في مجهولين، معادلتين في مجهولين. مجموع التيارات الخارجة من V1 بتساوي زيرو، مجموع التيارات الخارجة من V2 بتساوي زيرو. تمام؟ نجيب الأول مجموع التيارات الخارجة هو إيه؟ at node 1 زي هو ما كاتب لي. تعال بقى نشوف، عند نود 1 هو عامل إيه بقى؟ طيب يبقى V1 ناقص الـ60 على الأربعة، هو كاتبها في الطرف اللي إيه الشمال، فعملها بالإيه؟ بالموجب. هي المفروض خليها على إيه؟ على إيه زي ما بنعمل عشان ما نتلخبطش. يبقى V1 ناقص الـ60 على الأربعة زائد V1 ناقص V2 على الاتنين زائد V1 ناقص الزيرو يعني V1 على التمانية. ادي المعادلة الأولى. عند النود التانية، المعادلة التانية، يبقى هنا عندي التيار اللي داخل على الاي نود، مجموع التيارات الخارجة بتساوي صفر. هو هنا عملها ايه؟ مجموع التيارات الداخلة، ما هي الخارجة أو الداخلة، احنا بنثبت هنا الخارجة فعشان ما نتلخبطش. يبقى سالب 3 اي نود، هو كاتبها موجب 3 اي نود عشان الداخلة. هنا مثلا احنا هنقول ايه؟ في 2 ناقص 60 على 10، هو عملها 60 ناقص في 2 على 10، كأنه ضرب الإشارة في نيجاتيف ما تفرقش. الأخيرة في 2 ناقص في 1 على الاثنين، هو عملها في 1 ناقص في 2 على الاثنين بتساوي زيرو، كأنه ضرب المعادلة كلها في نيجاتيف 1. هو بدل ما يقول مجموع التيارات الايه الخارجة عملها مجموع التيارات الداخلة، تنفع برضه. يبقى عندي رتب المعادلة الأولانية اللي أنا كنت قلتها في معادلة، المعادلة الثانية كده نظمها، معادلتين في مجهولين، تجيب الـ V1 وتجيب الـ V2. بعد ما جبت الـ V1 والـ V2 خلصت نفسك، الـ I اللي هي الـ I نود اللي عايزها عبارة عن إيه؟ فرق الجهد ما بين هو ديل السهم عند إيه؟ الـ 60 فولت، يبقى 60 ناقص V1 على الـ 4 أو. يبقى ده يديني مين؟ الـ I نود. طبعا بقى طبعا انت بتحل بقى ايه؟ V1 و V2 معادلتين في مجهولين، جبت الـ V1 عوض بيها اللي هي هتطلع 53، حلها هتبقى 1.73 امبير. يا ريت المسائل دي نحلها بايدينا يا جماعه، يا ريت المسائل دي نحلها بايدينا. طب السوبر نود ايه بقى؟ السوبر نود دي ايه؟ موضوع السوبر نود دي، السوبر نود لو عندك ما بين الاتنين نود اللي عندك كده حط فولتج سورس، يعني في هنا a super node is formed by enclosing a voltage source connected between two non-reference node، يعني ما لهمش ريفرنس. يعني دلوقتي زي ما انت شايف كده، لما يبقى في نود عندك، يعني عندك فولتج سورس ما بين اتنين نود، ده يبقى اسمه سوبر نود. ماشي؟ ليه طريقة تعامل بس صغيرة قوي لما بنيجي نعمل كي سي ال. ايه هي دي طريقة التعامل؟ اهي السوبر نود اكزامبل. تعال بص معايا كده، ده اكزامبل على السوبر نود. فين السوبر نود الاول؟ اللي هي عند ما بين الفي 1 والفي 2، وعندي طبعا عندي في 1 وفي 2 وفي 3، دي النود بتاعتي. بس ما بين 1 و2 اتفاجئت ان في فولتج سورس، فيبقى ده اسمه سوبر نود. سيادتك السوبر نود دي بتعمل لك لوحدها، بتعمل لك معادلتين، وعندك معادلة عند الفي 3، يبقى انت معاك الثلاث معادلات. تاني الفي اللي هي الفولتج سورس ده هيعمل لك معادله، ايه هي المعادله؟ في 2 ناقص في 1 بتساوي 10 فولت، في 2 ناقص في 1 بتساوي 10 فولت، مظبوط كده؟ عندك في 2 ناقص في 1 بتساوي مين؟ بتساوي ال 10 فولت، دي معادله. المعادله الثانيه ضم الفي 2 والفي 1 كانها نود لوحدها، السوبر نود بتقول كده. لما تحل معادله سوبر نود ضموا، يعني اربطهم ببعض كانهم سلكه واحده. فلو هم سلكه واحده، لما تيجي تتعامل معاهم هتقول ايه؟ هتقول ايه المعادله اللي هتجيبهم؟ V1 ناقص V3 على الخمسه، وبعدين زائد طبعا هنا اللي هي ناقص الاربعه امبير. ثانيه واحده، V1 ناقص V3 على الخمسه ناقص مين يا جماعة؟ ناقص الأربعة أمبير، لأن الأربعة أمبير داخلة. وبعدين بيقول لك زائد الأي إس، وبعدين عندي تيار الأي إس اللي هو تيار
في 2 ناقص 0 على 10 زائد في 2 ناقص في 3 على 5 كيلو، يبقى دي كلها معادلة واحدة. شايفني شايفها كده؟ بص اهي، في 1 ناقص في 3 على 5 كيلو ناقص ال 4 امبير زائد الاي اس، التيار اسمه الاي اس، الاي اس عباره عن مجموع التيارين اللي في ال 5 كيلو في ال 10 كيلو، يعني ما بقول في 2 ناقص 0 على 10 كيلو زائد في 2 ناقص في 3 على 5 كيلو. تمام؟ دي معادله. يبقى انا عندي معادلتين في الايه؟ ما بين البي 1 والفي 2، المعادله الاولانيه اللي هي في 2 ناقص في 1 بتساوي 10 فولت، المعادله الثانيه اللي هي بقف عند في 1 وفي 2 مع بعض، في 1 ناقص في 3 على 5 كيلو زائد في 2 ناقص 0 على 10 كيلو زائد في 2 ناقص في 3 على 5 كيلو ناقص ال 4 مللي امبير بكام؟ بتساوي 0. بعد كده بكتب معادله عند في 3، ودي سهله كلنا عارفينها، اللي هي معادله الفي 3 دي سهله، بتقول في 3 ناقص في 2 على 5 كيلو زائد في 3 ناقص في 1 على 5 كيلو زائد في 3 ناقص 0 على 10 كيلو، يبقى في عندي ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل نجيبهم تنتهي المساله. خلاص؟ في مساله ثانيه برضو فيها الايه؟ النودال اناليسيز. طبعا دي انا سايبها لكم، يعني نسيبها دي، ممكن نبدا بيها المحاضره اللي جايه عشان ناخد ايه زي ريست كده. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.